أنا بقول يا حبايب يا سوريون، إذا كل واحد يسكر مخه ويتصور الأمور تمشي على كيفه، الأمور رح تمشي على كيف الشيطان الرجيم، ورح نخسر البلد ومنخسر بعضنا البعض. يا حبايب، انا اللي شايف انه كل واحد منا بده يفكر كيف بده يكسب البلد كله للوئام والتفاهم والاخوة والديمقراطية الناضجة وانتهاء النظام الاستبدادي. حتى اولاد النظام، يعني يا جماعة، يعني لشو عم تتشبثوا بشغلة يعني ميتة وانتهت؟ تعالوا الى بناء سوريا جديدة مع بعض. بتخاف من المسلم متطرف؟ لا بأس. الكثيرون هم الذين خافوا من المسلم المتطرف، والمسلم المتطرف واحد معك في المواطنة، منه من الشياطين الزرق، هو أيضا مواطن معك، هو شخص سوري موجود عنده طموح، عنده فهم للأمور. أنا أظن أنه لو تعقل كل منا وحاولنا أن نفكر بطريقة تشمل الآخرين، نتخيل ونخدم فكرة بلد الوئام والتفاهم والأخوة والتضامن والتنوع. هلأ من بعده رح ندرس دستورا يعني يناسبنا لسوريا تنوعية. هلأ من قبل الوحدة كانت مفروضة علينا من الحزب البعث، فواحدين عزلين من فوق مثل دولة فرنسا نابليون يعني. هلا بس هذا ماضي، ما عاد بدنا اياه. هلا بدنا وحدة تنبع من الأرض، من إرادة المواطنين، بالتواصل مع الجوار. إذا أنا تركماني ممكن إلي صلة مميزة مع تركيا، إذا أنا كردي إلي صلة مميزة مع إربيل والسليمانية والأكراد اللي بتركيا والأكراد اللي بإيران. إذا أنا درزي عندي علاقة كمان مع الدرز، مدروز في لبنان وغير لبنان في الجليل. إذا أنا عربي شيعي ممكن بيكون عندي اتصالات مع جنوب لبنان، مع جنوب العراق، مع إيران. ليش لا؟ كل واحد منا له انتماءات. أنا كاثوليكي، انتماء لروما، شو فيها؟ وأنت ماشي، أنا أرثوذكسي، مسيحي أرثوذكسي، عندي علاقات مميزة مع إسطنبول، مع يونان، مع روسيا. لا وضع كل هالانتماءات المتنوعة في قالب تفاهم إنساني تسوده التقوى. هناك من يقول فيما بيننا، يعني من يقول الدين لله والوطن للجميع. لا بأس، كلمة حلوة. البعض منا ما عاد كثير بحبوها، لأنه كأنه يعني الدين والله حطوا عجاني ما عاد يجيبوا المشاكل، وما بيكون الوطن للجميع إلا إذا كان الدين لله يعني برات اللعبة. لا بأس، أنا ما بدي أرفض هالقول اللي هو بحبه بعض المسلم، بعض السوريين، من مسيحيين ومسلمين، لكن أقول بلد تعددي تناغمي تسوده التقوى. يعني الاعتراف بعض كناس خلقهم الله، كناس إلهم حقوق، إلهم كرامة، إلهم قيمة، بيستحقوا الخدمة، بيستحقوا الاحترام. التقوى، ننظر لبعضنا البعض كما ينظر إلينا رب العالمين إن شاء الله. وبهتة أعود إلى التفاؤل، أعود إلى التفاؤل، ورح نبني سوريا كما نريدها، كما نريدها. بدنا إياها برلمانية أو بدنا إياها رئاسية، بدنا إياها فيدرالية أو لا، بدنا إياها موحدة كما كانت، ولكن بالمزيد من الـ من الـ من الخصوصيات، من الصلاحيات المحلية. لا بأس، لا بأس،
نبنيها كما نريدها إن شاء الله. شكرا.